عبر سكايب ينضم لنا السيد إبراهيم الإدليبي المستشار بالجيش الحر من الحدود السورية التركية مباشرة. أهلا بك معنا أستاذ إبراهيم. أهالي الغوطة أيضا خطوا نفس خطوة أهالي إدلب وتظاهروا أيضا ضد النصرة وطلبوا بالقضاء على هذه السرطان كما وصفوا إن صح التعبير بما يخرب الثورة السورية، وقالوا بأن من لا يخرج بعلم الثورة فهو ليس بمشروع وطني. هذه الخطوة وهذه يعني التي قام بها الأهالي وهذا الرفض الواضح لأهالي الغوطة، ما أبعاده وما أهدافه بالدرجة الأولى؟ أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. الشعب أصبح الآن يعي خطورة جبهة النصرة والفصائل المتطرفة في المناطق المحررة، والجميع لا يريد أن يتكرر سيناريو ما حدث في مدينة حلب في مطلع العام 2017 من خلال وجود عدد من عناصر جبهة النصرة داخل المدينة والذين رفضوا الخروج من المدينة، مما أدى إلى خروج الفصائل بأكملها والمدنيين ودخول القوات الروسية وحتى قوات الاحتلال الروسي وقوات النظام إلى داخل المدينة. الشعب الغوطة الآن أصبح يعي خطورة جبهة النصرة، لذلك حزم الأمر واتخذ قراره بإخراج جبهة النصرة وحلها بشكل كامل في الغوطة الشرقية حتى لا يقعوا في نفس الخطأ. عناوة عن ذلك أن جبهة النصرة في الغوطة الشرقية كان هدفه الأول والأخير ووجوده هو الطعن بمقاتلي فيلق الرحمن وجيش الإسلام المتواجدين على خطوط الجبهات مع قوات النظام، والجميع يعلم حساسية الغوطة الشرقية أو حساسية المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق، والجميع لا يريد أن يخسر مترا واحدا في محيط العاصمة دمشق، لأن هذا سيكون حقيقة عبء على الثورة السورية في حال خسارة الغوطة الشرقية أو أي منطقة في محيط العاصمة دمشق، خصوصا إن كان بزريعة وجود الفصائل المتطرفة كجبهة النصرة وغيرها. ولاحظنا ما يحدث في عرسان من اتفاقيات ما بين ميليشيا حزب الله وجبهة النصرة، لذلك الشعب خرج في مظاهرات عارمة امتدت من إدلب إلى الغوطة الشرقية فريق حلب الغربي، كلهم نادوا بصوت واحد فلترحل جبهة النصرة أو تحل نفسها أو تذهب إلى أينما شاءت، المهم أن تخرج من المناطق المحررة، لأنها أصبحت ليست فقط سرطان على الثورة السورية إنما خنجر دقة في خاصرة الثورة السورية. والشعب أصبح الآن يعي خطورة النصرة في المناطق المحررة من خلال الاتفاقيات العلنية والسرية التي تبرم مع النظام والميليشيا المساندة له من جهة وجبهة النصرة من جهة أخرى. هذا الرفض الشعبي الواضح ضد النصرة وضد فكرها هل له من أي تأثير؟ هل يمكن أن يؤتي أي ثمار يعني في القريب العاجل بحيث يمكن فعلا أن يتم طرد النصرة من هناك؟ عندما اندلعت الثورة السورية كانت مجرد هتافات، خرجت في الشوارع طالبت بالحرية وطالبت بإسقاط النظام، والآن يكرر الشعب مطلبه بإسقاط جبهة النصرة قبل إسقاط النظام، لأن ذهاب جبهة النصرة تعزز الثورة السورية هناك. بالمقابل القبضة الأمنية التي تقوم بها جبهة النصرة في الشارع من خلال التنكيل بالمدنيين واعتقالهم أو حتى إطلاق الرصاص الحي الذي حقيقة لا تفرق عن ما قام به النظام في بدايات الثورة، قد تصل إلى مراحل متقدمة من المظاهرات والاحتجاجات للمطالبة بالتدخل قوات الجيش الحر من أجل القضاء على جبهة النصرة، وهذا سيكون حقيقة خيار الشعب في حال استمرت الانتهاكات من قبل فصائل جبهة النصرة، سيكون واجب ليس فقط على فصائل الجيش الحر بل على فصائل المعارضة المسلحة في كافة الأراضي السورية التوحد من أجل القضاء على هذا السرطان الذي دس حقيقة في المناطق المحررة ليكون ذريعة للنظام وغيره من أجل استهداف المدنيين أو حتى التقدم وإبرام اتفاقيات بالسر وبيع مناطق من خلال تجلى ذلك في أكثر من مرحلة إن كان في حلب أو حتى في كفرية والفوعة والآن في عرسال ويتكرر في الغوطة. لذلك موضوع ما الصدى الذي سيحدث قد يكون في القريب العاجل هو إنهاء جبهة النصرة بشكل كامل في كافة المناطق المحررة. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة، معنا إبراهيم الإدليبي المستشار بالجيش السوري الحر من الحدود السورية التركية، كنت معنا عبر سكايب.